زي ما انتم شايفين احنا فقدنا السيطرة وهجموا على العربية زي ما انتم شايفين، ما قدرناش نعمل حاجة. آخر مخيم هو أفقر مخيم، وزي ما انتم شايفين هي دي الشعوب اللي اتشردت، هي دي الشعوب اللي اتقسمت، هي دي الشعوب اللي ضيعت نفسها بالفتنة. هو ده مصير الناس لما بلدهم تضيع ووطنهم يضيع. سابوا عيالهم في الأرض يعيطوا وجريوا ورا الهدوم من كتر الحرمان، داسوا على بعض وضربوا بعض عشان ياخدوا الهدوم. لسه بيضربوا بعض. والبطل يضحك علينا باسم الدين. شفتوا يعني ايه حد يتشرد؟ شفتوا يعني ايه حد يبقى عايش في عدم ومحتاج اي حاجه؟ شفتوا ان ممكن الواحد يتعدى التقاليد والاخلاق وكل حاجه عشان محتاج او ما بقاش عنده حاجه؟ الشعب السوري ما بقاش عنده حاجه، ما بقاش عنده ولا ارض ولا بيت ولا مستقبل ولا شغل ولا اي حاجه. قد ايه احنا شعب راقي مؤدب واخلاقه عاليه طيب، قد ايه احنا قمنا بمصر، قد ايه احنا انقذنا مصر، احنا مش اي حد تاني، احنا الشعب المصري بس اللي انقذ مصر. السؤال بيعيد نفسه، هل احنا لو كنا استنينا وشلنا الرئيس بطريقه قانونيه وكان ده مطلب شعبي من غير الفوضى اللي حصلت والانفلات الامني كان زمانه هيبقى احسن كتير، ولا الثوره اللي اتعملت فعلا غيرت ومساوئها اكتر، ولا احنا فعلا كسبنا من وراها؟ بس برضو بحب اشكر القوات المسلحه على ادابكم